ورداً على هذه الجرائم، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني واستمراراً في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، نفذت القوة الصاروخية والقوة البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور في البحر الأحمر، وقد نفذت العملية بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. Last night, the RAF successfully conducted a fifth set of strikes against Houthi military targets in Yemen. Alongside the US, these strikes were conducted to further degrade the military capabilities of the Houthis and to prevent further attacks on international shipping. The strikes were taken in self-defense, in the face of an ongoing threat that the Houthis pose. وقد أدت الغارات على الحديدة إلى وقوع 16 شهيدا و41 جريحا، منهم شهداء وجرحى من المدنيين في الغارات التي استهدفت مواقع مدنية كمبنى إذاعة الحديدة أمام مستشفى الثورة وخفر السواحل في ميناء الصليف، ليبلغ إجمالي الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين 58 شهيدا وجريحا.